الفريق في الجولة الخامسة تعادل، وفي الجولة السادسة مع الهلال الليبي ينتظر نقطة واحدة فقط ليتأهل برفقة اتحاد العاصمة الجزائري. أدو محمد عصام، محمد سعيد، مكرونة، جاستس أرثر، بالإضافة لمصطفى البدري مع وجود حسام أبو العزم لاعب حسام جريشة أيضا حضور. لكن أمام أحمد خالد عادت لوسط الملعب، التمرير من محمد محمود أمامية عند أرنولد. هجمات فريق سموحة والبداية تأتي من جديد، دوكو دودو إلى حسام، استلام مع تصويب من خارج منطقة الجزاء، كرة وصلت سالة عند فيوتشر من بعد خط المنتصف، تقدم لاعبي فريق سموحة، كرة تابت جميلة إلى عبد الرحمن عامر، دخول لمنطقة الجزاء، عرضية ثم رأسية من حسام حسن مع الدقيقة 12 أعلى العرضة بقليل من السنتيمترات، بضع السنتيمترات. محمود شعبان إلى علي ياسر، سقوط لعبد الرحمن عامر على أرض ملعب، قرار من محمد التابع الغازي بناء على الراية من سامي هلهل المساعد الأول. اعتراضات من لاعبي الفريقين، حكم اللقاء بيطلب من عمرو السيسي الابتعاد، لكن يبدو ان في بطاقة ربما يشير حكم اللقاء، بطاقة حمراء مع الدقيقة 14 تشهر للكاميروني أرنولد أدريان إيبا لاعب الكاميروني، يطرد مع الدقيقة 14، طرد مبكر عبد الرحمن عامر هنا كما نتابع، يعني سامي وفي رأي عند محمد الحنفي ومحمود أبو الرجال لإسقاط البطاقة الحمراء إلى صفراء وإلغائها. سنتابع ونشاهد، ولا قرار محمد التابع الغازي قد يكون قرار نهائي. محمد التابع الغازي أخرج البطاقة الحمراء، استدعى أرنولد إيبا، تم إلغاء الحمراء وإسقطها إلى بطاقة صفراء في الكرة اللي كان فيها تدخل من الجزاء. جوزيف جونيثان يجم لوسط ملعب محمد محمود، توصل في اليمين لمحمود شعبان، كرة عالية برأسية من علي ياسر داخل منطقة الجزاء، بار سهل علي يعيد الكرة للخلف، محمد محمود أمامية داخل منطقة الجزاء، أرنولد يحاول لكن لاعب الجونة السابق، لعبت كرة عالية خدها لحارس المرمى الهاني سليمان، إنقاذ رائع من الهاني، كرة كادت أن ثلاث بطاقات صفراء حتى الآن، بطاقتين صفراين في صفوف مودرن فيوتشر، وبطاقة عند عبد الرحمن عامر ممسوك ويسقط، وفريق مودرن فيوتشر بخط دفاعه يقع في المحظور، ركلة جزاء مع الدقيقة 25 بقرار من محمد التبع. بعد استدعاء محمد التبع الغازي للمرة الثانية من قبل حكمي الفار محمد الحنفي ومحمود أبو الرجال، تم استدعائه من قبل عند طرد أرنولد إيبا، إلغاء الحمراء وأصبحت صفراء، هل هناك بطاقة راح تشهر لمحمود رزق لاعب اللي كان حصل على بطاقة من قبل ويطرد؟ سنتابع، لأن كان في فرصة هدف للتسجيل لفريق سموحة، إذا محمود رزق بالفعل يطرد، محمود رزق بيطرد يحصل على بطاقة حمراء. محمود رزق يطرد على اعتبار اني خلاص كان متجه عبد الرحمن عامر وجها لوجه مع الحارس جنش، ومنع هدف مؤكد اللي طرد. حسام حسن مع جنش، من يتألق ومن يتفوق؟ هو حسام حسن ينجح في تسجيل الهدف الاول لفريق سموحة، هدف من ركلة جزاء، يتقدم لفريق الموج الأزرق، الكرة في الزاوية اليمنى وجنش في الزاوية اليسرى، والفرحة الأولى لفريق سموحة عن طريق القائد والهداف حسام حسن. 29 من أحداث اللقاء من ركلة جزاء، اختار الزاوية اليمنى، جنش حط عينه على الزاوية اليسرى في محاولة تصدي ومنع وحرمان.
احمد خالد واسلام، سبى احمد خالد لاسلام جابر، اتلعبت عاليه داخل منطقه الجزاء، لكن في سقوط في التحام حصل من لاعب سموحه بيد، واعتقد هيكون فيها بطاقه صفراء بدون تردد من حكم المباراه محمد يمتلكها تامر مصطفى. في حاله الدفع بهذه الاسماء اكيد اكيد هيكون لها مدلول ايجابي ومفعول سحر على الاداء الهجومي للفريق. رجلها واستغلها حسام حسن في الدقيقه 28، جوزيف يتقدم عرضيه لعلي ياسر، والراسيه من علي ياسر من داخل منطقه الامر، محاوله سحب لاعبي مودرن فيوتشر، اربع لاعبين في وسط ملعب سموحه، محاوله ضغط من محمد محمود، استخلص من محمد المغربي الكره، وابي تأخر في الضغط وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء هي الصفراء الثانية حمراء، تأخر من محمد المحمود رزق مدافع مودرن فيوتشر، وطرد من لحظات المغربي مدافع سموحة. كرة تتلعب لعلي ياسر، كرة ثابتة ترجع لعبد الكبير الوادي، محمد محمود على التنفيذ، حائط مقاوم من أربع لاعبين، هل تترجم من قبل محمد محمود ولا الكاميروني جوزيف جوني ثاني المتخصص في الكرات الثابتة؟ الله، عملها الكاميروني وسجل هدف التعادل ويلقي بكلمة الختام، ختامها مسك عن طريق القدم اليسرى للاعب الكاميروني جوزيف جونيثان، نجوم يضع هدف التعادل في مرمى الهاني سليمان. هذه الكرات تشبه بركلات جزاء بالنسبة للكاميروني، هو ليس خطأ من خارج منطقة الجزاء، هي ركلة جزاء يعاقب عليها دفاع مستحقة ونتيجة عادلة. أنا بها الشوط الأول الكاميروني جوزيف جونيثان يوجم الضاع، تمكن جوزيف جونيثان يوجم الظهير الأيسر الكاميروني في صفوف مودرن فيوتشر من التوقيع على هدف التعادل. محمد كناريا من وسط الملعب في الجهة اليسرى، تتلعب من عبد الرحمن عامر، تأتي إلى حسام ومحاولة لهدف تاني، مش ممكن فرصة هدف تاني مع الدقيقة 51. حسام حسن كان رجوع للخلف لخطوات منعت كرة الهدف الثاني، وخطوات كان لها تأثير إيجابي على إنقاذ الكرة وإبعادها وتحويلها بعيدا عن الشباك. هذه الكرة اتلعبت من محمد محمود، تتلعب داخل منطقة الجزاء لعلي الفيل، رأسية عبد الكبير الوادي، لكن الكرة تمر الفريقين معا برصيد 3 أهداف. كرة بتتلعب، اصطدمت بحسام حسن، خرجت الكرة إلى رمي التماس بعد كرة اصطدمت بوجهه من محاولة إبعاد من عمرو السيسي للكرة اللي اصطدمت بوجهه ليطمئن على سلامته. كرة قوية جدا، يعني ربما يعني تعرض توقف في الكرة والنزول، لكن لسه الكرة مستمرة في الجهة اليمنى، الرأسية من عبد الكبير الوادي بعد هيشارك مكانه اللاعب فادي فريد، ألف سلامة. واضح أولى مواجهات الفريقين كان فوز لفريق مودرن فيوتشر بفوز كبير وعريض. مرة تانية لسه المحاولة ما زالت مستمرة في ناحية اليمنى، اتلعبت إلى أحمد عاطف، مش ممكن أحمد عاطف، مش ممكن، كرة مزدوجة من أحمد عاطف، تتلعب للأمام في وسط ملعب سموحة، ومعها يطلق محمد التبع الغازي صفارة الختام والنهاية لشوط تاني.